في المدارس الابتدائيه والثانويه، نبدا احنا بالابتدائيه قبل، اللغه العربيه حاجه لغه لازمه، ويلزم التونس يقراوا العربيه حاجه ما فيهاش حتى تفكير، يلزم التلميذ يدخل يقرا في ابتدائي يعلموا اللغه العربيه. بيدمون بعد الثانية او حتى ابتدائي يتعلم اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه، اما يكون اسوية اكثريه في العربيه، حتى احنا لغتنا عربيه. لغتنا لغه التونسي على اللغه العربيه. بالطبع يحب يحفظ انجليزي او فرنساوي او حتى شنو يحفظوا، اما يزول كل لغته الاصليه هي اللغه العربيه في تونس، بلد العرب يعني عربيه، لغتنا عربيه.